السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الإنسان جُبل على حب مخالطة الآخرين وأن يتخذ له جليسًا يعينه على مصالحه في دينه ودنياه، والناس مختلفون في صحبتهم، فمنهم الخير الفاضل الذي ينتفع بصحبته، ومنهم السيء الذي يتضرر الإنسان بصحبته ومخالطته. أيها الإخوة الأفاضل، مصاحبة الأخيار خير وبركة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ابن كثير رحمه الله: كل صداقة ومحبة في الدنيا تنقلب عداوة وبغضاء يوم القيامة إلا ما كان لله، كما قال تعالى عن إبراهيم قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومصاحبة أهل السوء شر وحسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي على طريقته وسيرته، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. والإنسان مجبول على حب مصاحبة الآخرين، والأرواح جنود مجندة، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. أيها الإخوة الأفاضل، ومن الآثار الطيبة لمصاحبة الصالحين والأخيار: أولاً، الإعانة على الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثانياً، المسارعة إلى الخيرات والتنافس في الطاعات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثالثاً، أن من جالس أهل الخير والصلاح نالته بركة مجالستهم، ويكتب له أجر عملهم أو مثل أجورهم وإن لم يعمل كعملهم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله قالوا: هلموا إلى حاجتكم. وفي آخر الحديث يقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلاناً ليس منهم، وإنما جاء لحاجة، أي لهذا المجلس. فيقول الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقال عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش في هذه الحياة الدنيا: ظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات من الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. وكم من إنسان أصلحه الله جل وعلا وحافظ على الصلاة واستقام على دين الله عز وجل، كل ذلك بفضل الله ثم الرفقة الصالحة. ولذلك جاء في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أيها الإخوة الأفاضل، ومن الآثار السيئة لمجالسة أهل السوء، أولاً أن جليس السوء يصرف صاحبه من الطاعة إلى المعصية ويزين له عمل السوء. ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة والرجل يحتضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله تعالى يوم القيامة. لحظات حاسمة، إما أن ينطق بالشهادتين ويكون من أهل الجنة، وإما أن يموت على الكفر فيكون من أهل النار. فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين أبائك وأجدادك؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعود عليه بتلك المقالة وهما يعودان عليه بها، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلنتأمل في هذا الحديث وكيف كان تأثير جلساء السوء على عم النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال به حتى ختم له بتلك الخاتمة السيئة. ثانياً، من الآثار المترتبة على مجالسة أهل السوء أن مجالس أهل الفسق والعصيان لا يذكر الله جل وعلا فيها بل يعصى سبحانه، فتكون حسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة. روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ثالثا، أن جليس السوء يدعو صاحبه إلى مماثلته في الوقوع في المحرمات ويهون عليه المعصية، وكذلك يبعده عن الطاعة. ولذلك يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، كما في الآية الكريمة: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وصاحب أو جليس السوء ينصرف عن صاحبه عند أدنى خلاف أو فوات مصلحة. قال عبد الله بن المعتز: إخوان السوء
ينصرفون عند النكبة ويقبلون عند النعمة. أيها الإخوة الأفاضل، أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بإلحاق أبنائهم وبناتهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في بلادنا الحبيبة، فهي والله رفقة صالحة، وفيها برامج يقضي فيها الشاب وقته فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وتبعده عن رفقاء السوء. اللهم أصلح لنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح ولي أمر المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.